تحب نتكلم فنيا شويه يا كابتن اسامه عن هذه المباراه؟ لانه ماشي. في النهايه هي مباراه زي ما حضراتكم دايما بتقولوا ان هي مباراه في الملعب فقط، ليست بعيدا عن الملعب، كل اللي بيحصل بعيدا عن الملعب. عندنا مجلس اداره بيتصدى لكل هذه الامور، عندنا جمهور النادي الاهلي بيتصدى لكل هذه الامور. كابتن اسامه شايف المباراه ازاي من كلا الجانبين؟ يعني حتى التصريحات ما بين الاثنين المديرين الفنيين، ما بين تنييم شويه وما بين يعلي الموجه شويه. هي طبعا البطوله نفسها بطوله افريقيا من اكبر البطولات في طبعًا. في العالم. الناديين عندهم طموح كبير، النادي الوداد بقاله فتره عايز يكسب البطوله للسنه الثالثه او الرابعه على التوالي، احداث حصلت والمباراه بتتلعب مرتين على ملعبهم هم ما كانوش فيها، فالمره دي في ملعبهم، فعندهم طموح وطموح مشروع. ولكن كل الاحترام لفرقه الوداد وجمهور المغربي كله وليهم طموحهم، لكن احنا كنادي اهلي لينا طموح كبير جدا. طموح كبير من اكتر من اتجاه. قلنا كلنا اتكلمنا على موضوع المشاكل والكلام ده، مجلس اداره بياخد خطه واتجاهه وبيبحث عن حقوق النادي الاهلي، لكن اللعيبه تركيز كبير جدا لاسباب كتيره. اولا البطوله هتبقى الثالثه على التوالي اوكي لم تحقق في تاريخ القاره الافريقيه، كانت ستحدث في 2007 ولو تتذكر. طبعا كانت 2007 مظبوط مظبوط. يمكن احنا تشرفنا، يعني انتوا خدتوها 3 مرات في الكاس. كابتن شريف وحشيش وانا يمكن لعبنا 84 و85 و86 وانا لعبت 82 و82 دوري. لا انا بتكلم على الكاس، بتكلم ان احنا احتفظنا ببطوله ابطال الكاس. ايوه كان الكونفدراليه دلوقتي خدناها 3 مرات متتاليه واحتفظنا بالكاس للابد. فده طموح اضافه لطموح البطوله، انت نفسك تجيب ال11 بس برضو لابد ان، او اكيد هو في ذهن اللعيبه واكيد وصل لهم من مجلس الاداره والكابتن محمود وسيد عبد الحفيظ وكل المجموعه يعني ومستر موسيماني، البطوله الثالثه على التوالي ليها طعم خاص، يعني بطوله في حد ذاتها وبطوله ان هي الثالثه. صح. مش يعني مش سهل تاريخي. ايوه ريكورد تاريخي مش سهل يتكرر بسهوله. يعني احنا احتفظنا كابتن بخمسه، خمسه وسته وثمانيه، خدنا الكاس، عملوا بعديها كاس خدناها. أيوة. عملوا كاس جديد عايزين ناخد دي كمان. مظبوط. يعني دي هتبقى ثالث كاس نحتفظ بيها على في مدار 20 سنه. رقم كبير، حاجه كبيره جدا جدا جدا. ما كل كاسات افريقيا اللي اتعملت في اخر 20 سنه محطوطه عندك في الدولاب بتاعك، ده انجاز كبير جدا، ولازم مزبوط. لازم اللعيبه تفكر في حاجه زي كده بكره. مزبوط. لان هتبقى حاجه مهمه. ده تكمله للكلام حضرتك. لا مظبوط كده يا احمد، يعني كل التركيز والهدوء من اللعيبه، وانا بركز في النقطتين دولت، التركيز والهدوء. ايوه تركيز في احداث اللقاء داخل المستطيل الاخضر. يعني نتمنى من اللعيبه لا ينجرفوا لأي حاجة، لاي حاجه خارجيه، سواء من جماهير، سواء من حكم اللقاء، سواء من لعيبه الوداد المغربي. كل تركيزهم في المهام اللي هتوكل ليهم، وكمان هو بقى بيضيف من عنده، كل لعيب بيضيف من عنده غير المهام اللي مستر موسيماني بيقولها، فده تركيز كبير جدا. تاني حاجه الهدوء والثقه في النفس، لان المباراه 90 دقيقه وممكن تمتد لوقت اضافي طبعا، وممكن تمتد لضربات جزاء، وممكن تنتهي في احداثها، بس انا اقصد انك لازم تكون محافظ على تركيزك وهدوءك طوال زمن المباراه حتى نهايه صفاره الحكم. أيوه. والحصول على الكاس يعني. نعم. فهو طموح كبير وبطوله يعني تاريخية، لأنها هتبقى المرة الثالثة على التوالي يعني. فربنا يسهل إن شاء الله.